انه راجل يحل سال دو سبور حاجه ولفنا به، اما مراه قليل والناس سمعوا به، وتزيد تخدم على فئه مغلب الناس نسيتهم، هذا اليوم ولا حقيقه. ومن جات البنية. مرحبا، انا امنا شرفي، صاحبه مشروع غلوري فيت، استاذ تربيه بدنيه، كوتش ابا. في غلوري فيت جاتني فكره اني باش نخدم على لي زوتيست لي بير اكتيف لي بيرسون اجي لي فام اوبيز اللي هما فئه اقليه مش لاقين حظهم باش يخدموا دي اكتيفيتي فيزيك ادابتي دو لا سونتي. وفكره مشروعي هذه هي ما بين الحاجات اللي خلتني باش ناخذ مجموعه من التمويلات بما فيهم الاتحاد لورا. هدي صديقي كوتش في غلوري فيت، وعلى فكره انا ولي كوتش موجودين هنا الكل متخرجين من لينكس. لهنا خممنا في النساء اللي تحب ترين على راحتها، هذاك عليها منين اسباس بريفي مع عندي كوتش نساء. علي الدين غزواني، مدرب شخصي سيرتيفي من الاف بي بي ومتخرج من لينكس. من بين السيرفيس اللي عندنا في غلوري فيت هي رياتيزاسيون ابري لي بليسور. الكليون بعد ما يكمل الريدوكاسيون مع الكيني يجينا ونكمل معاه الرونفورسمون مسكولار. ميم نخدموا مع لي زاتليت اي لي سبورتيف ترافاي سبيسيفيك سولون سبيشاليتي نتاعو. وزيد مع هذا استغلوا الطبيعه اللي دايره بهم باش يخدموا دي زاكتيفيتي سبورتيف او دور. هذه قسم برشا قصص نتاع ناس فاقوا بالفرص اللي دايره بهم وتخليهم يكونوا فاعل وفاعله في المجتمع ويطمحوا لمستقبل مخير ويردوا من بلاصتهم تونس ما احسن.